حاجة خارقة للعادة. أنا موافق. أيوة موافق. ما كيفين على خير؟ أخو قلت لك موافق. مازال حاجة أخرى؟ غير شيء. مازال لازم نختاروا كاتب إيطالي. شوف نقاش مسرحية مسرحياتي من نخدمه. نقول لكم الحق راني ما نعرف حتى شيء على المسرح الإيطالي. وهذه فرصة باش تتعرف على المسرح الإيطالي. ثم كاتب مسرحي إيطالي. تحصل على جائزة نوبل عام 1934. أنا نعرف. أكيد طلعت أربع حويجة. شفت؟ شفت له تصويرته في الجرايد. توا مدة. قالوا تحصل على جائزة نوبل العام اللي فات. أنت تتكلم على عام 1975. لا هذاك مونتالي. لكن يا جماعة إذا كان تسمحوا مونتالي شاعر ماهوش كاتب مسرحي. عمره ما كتب للمسرح. عندك الحق. ونقصده أنا هو كاتب مسرحي. تحصل على الجائزة هذه عام 1934. عم نقولن عليه هذا معروف. لويجي بيرانديلو. شنو رايك؟ مو هذا اللي كتب ستة شخصيات تبحث على مؤلف. صحيح. مشهور. صحيح. واحنا ستة ممثلين نبحث على مؤلف. فعلا. وعنده زادة أوري الرابعة. خارقة العادة ذيك. واللي كل حقيقة. ما ينساها. شفت زادة زوز مسرحيات قصار في المسرح. وقتها. عملها الجرة وجب الطبيب. وعنده زاد رواية أخرى. الليلة سنرتجل. صحيح. سنرتجل. هكا وصلت لبيت القصيد. الليلة احنا زادة نحاول كل واحد منا باش يرتجل حويجة على بيرانديلو. هو سهل الرجال في بالك. وسهل زادة باش تخرج أنت زادة. علاش؟ أنا جبتك الوثائق اللازمة. ما نعرف مغروب بالإنجليزية. تراك. يا سيدي. وكتيب الإنجليزية اللي كنت. هذا بالفرنساوي. هذا اللي كنت. بلا عاش خويا يعطيه الإيطالي. هكا ترجم أنت. الإيطالية فقط. هذه بالعربية ترجم. ترجمة هذه. شوف. هذا اللي كنتي. هاي. نقترح لو كان نبداو دراسة حياة بيرانديلو. ربما في دراسته تساعدنا على فهم مؤلفاته وتساعدنا في أن واحد على اختيار مسرحية المسرحية. صحيح. هذه طريقة طيبة. ولكن إذا كان تسبقوا ما تنساوش اللي بيرانديلو ما كتبش المسرح برك. كتب قصص عديدة. كتب قصص قصيرة وقصص طويلة قبل ما يكتب المسرح. صحيح. وكان شاعر قبل كل شيء زاد. كان شاعر. تعطينا صح حياته من أولها. هو تولد شاعر. عندك الحق. نرجع معنا لتاريخ حياته من الأول. ولد بيرانديلو بالبادية بجنوب صقلية. هذا هو جارنا. سلوى سلوى. جارنا. تتزف في الروح. تقول له بلادك وكا هو. سلوى جارنا. لا عندك الحق. أنا يضرني الملاحظة نتاعو في محل. على خاطر ما تعرف البيئة اللي تولد فيها بيرانديلو شابه. ياسر البيئة اللي تولد فيها سيدي خويا. استنى ساعة، ما قلتوناش وقتاش تولد. حاب تعرف وقتاش تولد؟ ولد في 28 جوان 1867. شنو هو؟ 67. 1867. شنو الغريب هذا؟ عجب. انا كنت نتصوره عاش كامل حياته في القرن العشرين. عندك الحق. كل واحد اللي درس مسرح بيرانديلو يتصور هذا لان بيرانديلو مازال معاصر، مازال عايش معنا. ما لو كان نطلعوا احنا على بقيه مؤلفات بيرانديلو وعلى القصص نتاعه بالخصوص. تعرف شنو نلقاو؟ نلقاو بيرانديلو ينتمي لمدرسة أدبية
معروفه ياسر. شنو هي؟ هذه المدرسه يسميوها الواقعيه. الواقعيه نجم قايل هو في الحقيقه ما خلقهاش هو، ما انتهجهاش هو، انتهجها قبله كاتب ايطالي مشهور زاد اسمه فيرجا. فيرجا عارفين فيرجا؟ فيرجا 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 الله يعمري وصفات بيها. المدرسه هذه في الحقيقه هي مدرسه فنيه وادبيه في نفس الوقت، تتلخص في تصوير الواقع الاجتماعي والظروف اللي يعيشوها في عصرهم الكتاب هذوما. وبما ان ثقافتك انت فرنسيه، محقرك تعرف ايميل زولا؟ تعرف فيرجا هذا يالا تبع نفس الطريقه اللي انتهجها ايميل زولا. من بعد كي جا بيرانديلو تبع هو كذلك نفس المدرسه الواقعي. لا هو تبعها على محله ولكن موقفش غدا، هو خلق مذهب جديد خاص به. صحيح يا جماعه، ظاهر لي باش نضيعوا في النقاش من غير ما نتعرف على حياته. عندك الحق، نرجعوا كما قلت نرجعوا تاريخ حياته. اي رجع قلنا تولد بالباديه بجنوب صقلية في عائله برجوازيه. كان هو تاجر كبير ياسر، كان يستغل في منجم تاع كبريت، وعائلته كانت من عائلات اللي ساندت غاريبالدي. غاريبالدي هذا هو اللي قاوم من اجل وحده ايطاليا. وش مدخل غاريبالدي توا في الوسط؟ بالعكس المساله عندها قيمتها، لان بيرانديلو كان متاثر بغاريبالدي من انا ناحيه كل النواحي في جميع النواحي حتى في نظرته للحياة. صحيح كان متشائم ياسر، متشائم هو صغير من صغره، بقى نفسه في مجتمع كان متضارب ومتناقض ولا متشائم. طيب كان نشوف عندي هنا وثيقة. شنو هي ذاك؟ شو تقول؟ تلك البرجوازية التي علقت آمالا كبيرة على وحدة إيطاليا وتخليصها من الظلم والاستبداد الأجنبي والداخلي، وجدها بيرانديلو خائبة الظن، لأن الوحدة لم تأتي بنتائج إيجابية سريعة. حتى إذا كانت بدلت الوضعية في جهة من الجهات نلقاو الطبقية ضاربة تنابه، ما زالت قائمة هي نفسها. يظهر لي فيك بديت تتفلسف علينا شوية. بالعكس خاتيني أنا الفكرة دي عندك خاتيني أنا، هذه فكرة من أفكار بيرانديلو. هاو نجدوه في مسرحية هنري الرابع. هاو شو يقول؟ يقول بعد الثورة أصبح الغني فقيرا والفقير غنيا، ويريد أن يشير بذلك إلى مفهوم شو الغني ما صار حتى شيء. شنو إيميل بيرانديلو ما كانش ثوري؟ لا معنى سياسي ما كانش ثوري، إنما كان ثائر على الوضع الجامد متحجر اللي كان عايش فيه، كان ثائر على العادات والمعتقدات البالية، كان ثائر على القيل والقال. هذاك علاش أنا وفقت الاخ وقت اللي قال كان جارنا. بجد المقارنه ما بين الوضع اللي كان في صقلية والوضع اللي نعيشوا فيه اليوم يعاوننا ياسر على دراسه بيرانديلو. انتم تعرفوا ان صقلية فيها اثار عربيه واسلاميه، والاثار ما زالت موجوده بعض منها حتى اليوم. حتى اليوم قبل ما يكون ثائر زاد كان شاعر. انت شديت مسيبك في الشعر تاعك. لا لا يظهر لي فيك حافظ بعض ابيات. حافظ اي اعطينا كلها. من هو وقتاش بدا يكتب في الشعر؟ من هو صغير تقريبا عمره 14 15 سنه. صحيح. والاغرى من هذا يا جماعه كونه التشاؤم اللي كنا نحكيه عليه ماهوش موجود في شعره برك، في المسرحيات نتاعه زاد. والقصص والقصص نلقاو وصف لشعوره بحقارة الإنسان وتفاهة الحياة وغيرها من الأفكار المتشائمة زادة. يعني هي كانت نتيجة الخيبة، الخيبة اللي وقعت بعد الوحدة متاع إيطاليا. وش عمل هو من بعد؟ من بعد وقتها نرجعوا تاريخ حياته. نرجعوا. نشوفوا القسم الآخر. في عام 1882 معناها صاحبنا وقتها عمره تقريبا 14 عام. فعلا. كان دخل المعهد الثانوي بباليرمو. كان بوه ماذا بيه لو كان يخرج تاجر كما بقيت العائلة. كيف هو؟ لكن بيرانديلو كان مغروم بالأداب، يحب اللغة اللاتينية واللغة الإغريقية. كان يحب برشا شعراء أمثال دانتي مثلا. شنو دخل دانتي هوني؟ دانتي عنده أشعار يغزل بها حبيبته فعلا من أبدع ما يكون. آه الناس بصعبنا تأثر بيه وبدا يغزل في بنات الحي يا سيدي. مفضلكم مفضلكم مفضلكم
الامور هذه كلها امور صبيانيه فعلا. انا امور تاعي احنا ماذا بينا نشوفوا ونطلعوا على الاشياء اللي اثرت بالمجد في تطور نفسيه بيرانديلو اثرت له في حياته مثلا في الفتره هذه بالذات كان سيدي بو سيد بو كان عاشق احلى من الكل نعم بو عاشق اي نعم كان يحب طفله من اقاربه يا اخويا شهرنا من بو لا 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 يهمنا لازمنا نشوفه لان العمليه هذه اثرت ياسر في حياه بيرانديلو اه اي نعم حتى وصل له الضحى بو اي وغار مده طويله ياسر او نشوفه مثلا او نشوفه شو يقول وقد روى لويجي بيرانديلو هذه الحادثه في احدى قصصه عنوان القصه هذه الرجوع وصف فيها خاصة شعوره في تلك الفترة التي أصبح فيها يكره أباه ويحبه في نفس الوقت كان يشعر بتناقض يمزق كيانه بين الحب والكراهية وربما كانت الفترة هذه منطلق الجملة من المتناقضة اللي مش نوجدوها مأثرة في حياة بيرانديلو وفي حتى مؤلفاته في الفترة هذه وقع حادث هام أخته مرضت شبيه هزل هبل كانت المسكينة في سن المراهقة وتابعت عليها النوبات العصبية حتى هبلت لازم مسكينة كانت عاشة يهبلش هو زادها لا أما الهبال مش يقعد يتبع فيه لآخر حياته ومش يستثمره كفكرة في بقية مؤلفته أي لكن هذا مازال مش وقته بعد نجم إثر الفضيحة اللي صار طلبوه في العشقة هذه والعيطة بتاعه وإثر المرض متاع أخته رجعت العائلة الكل الجنوب الصقلية وقعد هو في باليرمو فهمت وقتها تقريبا عمره 18 عام وقتها سحبنا تحف العشق والغراميات السيئة صحيح توا وصلنا للصندي صحيح حسن حب بنت عمه وكانت هذه ليلة بنت عمه أكبر منه بأربع سنوات وسيدي بوها جبروا باش يعلن الخطوبه رسميه ويبطل قرايته ويشد خدمته مال وتمت الخطوبه وقتها اي نعم يلا وقتها وبدات الماساه كان الولد عاشق يتغزل في حبيبته بالاشعار اصبح يا سيدي مقيد بالعادات والتقاليد نتاع العصر هذاك رجعنا شين رجعنا ما رجعنا فعلا يا سيدي فعلا ولا مجبور السيد ولا مجبور باش يمشي ساعة ساعة يخرج خطيبته هو ما يخرجهاش وحدة مالا للا هما يلزم تخرج معاه كروسة يكرينهم كروسة ويعمل بيهم دورة في وسط البلاد واسمع يلي ما سمعتش وشوف يلي ما شفتش مالا باش يعرفوه اللي هو معناها خطب بنت عمه يحب يقول كاينهم في كرنفال بدا عاد سي بيرانديلو من الحالة هذه الطيرو وزيد حاجة أخرى البراية تحفونا وعندها برشا شبان دايرين بها مالا قولي ولا غاية لا ما نقولوش غاية مازال متحمل ودوب ما كمل عامه في المعهد الثانوي دبر خدمة مع ابوه ورجع يفركس بس في ساعة عرس صار بدا يخدمه اي بدا يخدمه وفي الفترة هذه تعرف على التعاسة والظلم اللي كانوا عايشين فيه الخدامة واختفد ما تقصوش صبر سافر ومشى يكمل في التعليم وش كان موقفه؟ شجعوا يعني شجعوا على القراية هو في الحقيقة شجعوا باش يبعدوا على بنت عمه لأنه ما كانش راغب باش يتم هالزواج هذا ورجع لباليرمو وتقيد في كلية الأدب ثم زاد شجعوا في مرحلة ثانية باش يزيد يبعد شوية على بنت عمه أي وبعثوا الروما وقيدوا في الجامعة غاديك وهو رضى؟ هو اللي طلب الابتعاد أي نعم والفترة هذه من حياة بيرانديلو عندها تأثير كبير على تطور أفكاره شفنا في الأول كان حاقد على المجتمع وعلى عاداته والتقاليد وتو أصبح حاقد حتى على نفسه هاتوا نشوفوا إيش يقول في قصة من قصص متاعه على الحكاية متاع بنت عمه هذه هاي ترى أيوة هاي رأى نفسه ضئيلا بجانب خطيبته عرفت ورأى منافسيه في غاية من الحقارة بينما كان يتألم من ذلك الوضع فبدا له ألمه هو الآخر سخيفا فأدرك عندئذ أن الإنسان ضعيف غارق في البؤس والسخافة
وشعر أن الحياة كلها سخيفة. وعندما شعر بحقارة الحياة أصبح ينظر إليها بنظرة الإنسان الواعي الذي أنقذه وعيه من الوقوع في الفخ. وشنو الفخ؟ الفخ يلي عند بيرانديلو هو الحياة نفسها. أو شوف إيش يقول. يقول بيرانديلو نفسه: يولد الإنسان في زمن ما وفي مكان ما، فيختطفه الطيار نحو الموت. معناها كان حتي الطرف خفاف في وقت يهز الطيار حتى يخطى البحر، وقت يوقف الطيار يموت الإنسان. هذا ما يسميه بيرانديلو بالفخ. دي فلسفة كبيرة ياسر. فاهم هذا كل، لكن الوعي شنو دوره لهنا؟ الوعي يا صديقتي كالمرآة، مرايا يشوف فيها الإنسان كل من حوله، يرى نفسه يمزح ويمرح ويتألم، وبصفة عامة يرى حياته وحياة المجتمع كأنها مرآة أو فوق ركح مسرح. ماذا بيا زيد توضح لنا شوي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تو بالله يقول الممثل فوق الركح أشعة. يمثل في دو ما هو يمشي ويجي ويتكلم ويسيح ويتألم، صحيح، وهو متقمص هكا الدور هذاك، ولكن في نفس الوقت هو شاعر واعي اللي هو يقوم بدور فوق الركح. عند سي بيرانديلو كل انسان فوق الارض قايم بدور في الحياه، معناه الحياه هي الركح والركح هو الحياه. فهمت شتو؟ فعلا الوعي هذاي مش مرايه واحده، الوعي هذاي مجموعه من المرايات، برشا مرايات. وصلنا توا الفكرة أساسية عن بيرانديلو. فكرة أخرى كتب قصة طويلة وسماها واحد وحتى حد ومئات ألف واحد، ورجع للفكرة هذه في أغلب مكتب من بعد. فعلا الفكرة هذه ما كانش رجوع عليها عن طريق الوعي برك، إنما عن طريق المجتمع. لكل حقيقة. هذا عنوان المسرحية اللي قلت لكم عليها من بكر، مسرحية رائعة. إيش قولكم كنا نحضروها؟ لا سيبها شوي. علي؟ لا 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 هات نشوفوا حاجة أخرى خير. لو كان قبل ما نبدأ ونبحث على مسرحية نكملوا ساعة بحثنا على الممثل على المؤلف. المؤلف قبل. إيه فكرة به. هاي واصل من. وصلنا آخر فقرة. أيوة. قلنا بيرانديلو مشى روما باش يكمل تعليمه العالي. والغريب يا جماعة كون كل بقعة سكن فيها إلا وموجودونها وصف جميل ودقيق في إحدى قصصه. لكن الأحداث الهامة اللي كانت وقعت في الفترة هذيك ما كانش عندها قيمة كبيرة ياسر. نشر مجموعات من الأشعار، ثم تعليل سافر البون لألمانيا باش كمل قرايته. ثم تقريبا الحاجات الهامة الموجودة يعني ما كملش في روما. حادث بسيط، ظروف بسيط ياسر. تعرف هو واحد من الأساتذة نتاعك، وفي ألمانيا، في ألمانيا تعلق بفتاة ألمانية حبها، كتب في مغازلتها أشعار عديدة. صحيح. رجعنا للغراميات عدت وللأشعار طبعا. هي وخطيبته شمال فيها بلي مش تبقى سنة فيه حتى يرجع من ألمانيا حاملا لشهادة الدكتوراه في الأدب. وقتها عاد بيرانديلو طلع الفلسفة الألمانية وتأثر خاصة بالفيلسوف الشهير شوبنهاور. شوبنهاور شوبنهاور. إيه هلقى شكون يساعده في التشاؤم تاعو السي. فعلا فعلا نظرته للحياة ازدادت تشاؤما. هذا من ناحية. من ناحية أخرى نلقاوه أعجب كثيرا بالحياة في ألمانيا، وخاصة بالفتيات الألمانيات. ما البيئة غير البيئة، بيئة الألمانيات غير بيئة الإيطاليات، وهذاك علاش أعجب بالبنيات الألمانيات. يمال هذاك علي سلم في خطيبته، يمكن يكون هذا سبب. ولكن ما ننساوش اللي احنا ذكرنا من بكري اللي هو كره خطيبته وفسخ خطوبته معها، وعن فسخ الخطوبة معها حد فرجع من ألمانيا. ووقت اللي استقر في روما وقتها بدأ ينشر في مقالات أدبية في جرائد. إيه لا عاد ما عاد شعر هنا توعد ما عاد شعر. لا شعر. ونشر مجموعة، شر مجموعتين تقريب من الشعر. ولكنه بدأ يكتب في النثر وخاصة القصص القصيرة. والجدير بالذكر في عام 1903 مرضت مرته.
هذه اللي هبلته هذيك هي. شنو السبب الهبل نتاعها؟ هو في الحقيقه بدا شيء بشوي، بدا بالاوهام، كانت تغير ياسر على رجلها، اي من بعد كبر بها شيء وهبلت جمله. يقعد المسكين محصور معاها في الدار، وهو نفسه يقول يوصف الفترة هذه من حياته، يقول لم يبقى له متسع من الوقت ليحيى حياته لأنه كان مشغولا بكتابتها. حياته توقفت هنا. لا 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 بالعكس، لا وإنما الأحداث الهامة اللي تفيدنا في الدراسة تقريبا تعرضنا لها، سواء كان من الناحية العائلية أو من ناحية المجتمع أو من ناحية الوحدة الإيطالية أو من ناحية النظرة العامة التشاؤمية، بحيث ما تبقاش حاجة كبيرة ياسر إلا أنه قرر 25 سنة تقريبا بمدرسة الترشيح المعلمي بروما. لكن عاد ما قلتلناش كيفاش تنقل من كتابة القصص لكتابة المسرحية. عاد كان عنده أصدقاء من صحيح المسرح. كان عنده علاقات كبيرة برجال المسرح، طلبوا منه باش يكتب لهم بعض المسرحيات، والغريب في الأمر كونوا في البداية قعد تقريبا 15 عام باش يكتب لهم ثلاثة ولا أربع مسرحيات ذات فصل واحد وباللهجة الدارجة الصقلية، سلمهم الأصحاب ومثلوهم. ولكن في عام 1916 بدأ الإنتاج الصحيح. نعم، وقتها في ظرف 8 سنوات 1028 مسرحية. نعم، والغريب في الأمر كون كل مرة يكمل مسرحية يقول أنا توا مش نكفي على المسرحية ومش نرجع للقصص نتاعي. مليح على ذكر القصص، تفكرش حاجة من القصص نتاعه؟ من أربع القصص نتاعه كتب قصة طويلة سماها المرحوم ماتيا باسكال. عندي نسخة. هي قصة جميلة ياسر، هذه اللي خرج منها المخرج الفرنسي مارسيل لاربيي الفيلم نتاعه. ما شفتوش. في القصة هذه تظهر فكرة جديدة بيرانديلو، وهي فكرة الخروج من الفخ اللي حكينا عليه بكري شوي. كيفاش الإنسان ينجم يخرج من قشرته؟ يعمل كيماتيا باسكال يعني. فعلا يعمل كيماتيا باسكال، يهرب من المشاكل الاجتماعية والعائلية اللي دارت عليه في البيئة بتاعه، ويخرج من غير ما يقول لأهله. بعد مدة يلقاه جثة، يظنوها سمات يا باسكال، يدفنوه. يسمع سيوخين عن طريق الجرايد، هو في بلاد بعيدة، تشيخلو يبني دار مقام غاديك. بعد عويم ولا اثنين تلقى نفسه مبدل اسمه وما عندوش بطاقة تعريف، ما عندوش وجود شرعي معناه. يفكر فكر من بعد قرر قال يلزمني نرجع الأهلي، ارجع المرت. ولكن لقاها تزوج وجابت بنية، ايه ما حبش يفرق ما بيناتهم، ولا هام ومشى على نفسه. وكان ساعة ساعة يمشي للقبر بتاعه ويقرأ في الرخامة هذا قبر المرحوم ماتيا باسكال. في الحقيقة النظرة هذه مش كانت في القصص متاعه، كانت موجودة حتى في المسرحيات متاعه. ناخذ مثلا ماري الرابع. ماري الرابع وقت اللي هبل من المجتمع، الثقافات اللي كان عايش فيها المجتمع هذاك، وقت رجع له عقله لقى المجتمع باقي في الثقافات هذيك، ولا فضل باش يبقى مهبول على طول على الرجوع الى الحياه العاديه. هي علاش احنا علاش ما ناخذوش مسرحيه طريكات نخدموها؟ كيفاش انت مهبوله ولا بعد؟ مسرحيه فيها جيش من الممثلين واحنا سته من الناس والله في 15 يوم نجموا نحضروها. تعرفوش كيفاش؟ قبل ما نختاروا المسرحيه الصغيره انا عندي اقتراح، هو ان ثم فيلم وثائقي شوفوه ربما يتعرض الى جوانب من البحث اللي احنا ما تعرضنا لهاش في النقاش بتاعنا، ثم بعد نختاروا في عقلنا المسرحيه القصيره.
هيا اجي لهنا. هيا يزي بلاد كربين. عجب. صحيتك. اسمع الحسله فهمت؟ خليني تونة الهابة الثقافات متاع البشر. ملا قضية مارينكا مارينكا امسي اجاني هوني. تمشي الزنقة في الكوشة تعرفها ما هو؟ عارف. وندي لي كركر. يا سيدي شبيه؟ بعد الشر بعد الشر بعد الشر بعد الشر. ايش عمل لك المسكين؟ سامحني ما نحبش نسمع حتى بس شو قدامي في الترومس؟ باه يا سيدي هاني سكت ما حبيت نطير النفس عليك وعليا يا سيدي. شو مقلح ايه؟ وباقي عاود فيها؟ باه يا سيدي سامحني ايش تحبني نعمل عند السيد؟ باه يا سيدي باهي امشي له لدارو. اي. وقول له السيد حاكم التحقيق طالبك في الحال. باهي يا سيدي حاضر الله يبارك. أيه. يا سيدي تحب شي حاجه اخرى قبل ما نمشي لل لل لا. باهي. ناديلي كركيارو وفيسع. يا سيدي تحب شي قهوه؟ لا. سيدي تحب شي باكو دخان؟ قلت لك لا. باهي. بونجورنو بونجورنو بونجورنو. اهلا اهلا اهلا. يا مرحبا يا مرحبا. اش احكي لنا راح سيفر اليوم؟ ما تحشمش على روحك توا. راجل كبير كيف كنتي عامل حاله في روحك ونهارك كل وقفص يتبع فيك. تفيق على نفسك يا راجل. راك عملت لنا العار. ولكن نقول انا شيء يهمني كما يقولوها اللي هذا زقربة على ظهره طق. ما جبت العار كان نفسك. الناس الكل والله يسميه فيك الحاكم بعصيف. شنو هذا؟ ها؟ هذا هو سي. هذا هو الخفايس اللي النهار كل ماشي جاي معاه. لعبوا لي داير حسن. اسمع من فضلك. شو؟ احنا وصلنا لهوني؟ شم؟ انا قدامك وليد. بالله ما شفتش روحك. شبيني شوف الهي وشوف الكسر اللي لابسها. من فضلك احترم الكسوة من فضلك. ها آه نلعب الوليدات. عليه عليه اذا فيك واقف سيادتك واخذ موقف على خاطر لابس هالكسوة هذه. اي نعم نسي واخذ موقف ونص. اي هكا يا حسرة وقت اللي كنا صغار. كنت انا وجماعة الحومة نلعبوا هاللعبة اللي تلعبوا فيها انتم توا. كيفاش كنا نلموا بعضنا ونعملوا مجلس كونوا رئيس ومحكمة وعظة ونائب حق عام ومتهم ومحامي. يظهر لي لعبتوها اللعبة هذه زادة يا حسن. أما احنا كنا في الوقت هذاك ناخذ المواقف الجدية أكثر من توقف. شوف 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 الجرح هذا في جبيني. هذاك عنده تاريخ كبير عندي أنا. أنا كنت مغرق وليد داخل صغير قدك كان هو المحامي. أنا بديت نغرق في المتهم هو يخطف لي حجرة ويفرشخ لي بها دماغي. وقتها كان جدية أما تو العكس. كان جدية أما تو العكس. يلزم تكون عندنا إرادة قوية باش ناخذ الموقف بجد. احنا نحترموا مهنتنا ونؤمنوا بالعدالة. صرف أنا نعرف العدالة متاعكم. هاو دوسي قدامي. شبيه الإنسان هذا مظلوم ونتحقق وقت اللي باش يجي قدامكم باش تبحثوه طلعوه ظالم. علاه؟ هالإنسان هذا البلاد الكل متقلب عليه وظالمينه. مش مشترسي نتحقق اللي يظهر مطلوب. شكونه يا سيد؟ شكونه؟ تعرفوا حق المعرفة؟ أنا نعرفه. كيركيارو. كيركيارو؟ وي بعيد الشر بعيد الشر راني بعد عين البلاد. شفت ما
بعيد الشر. شفت ما هذه العداله اللي تحكيوا عليها؟ بينما انتم خايفين على ارواحكم حتى من اسم مبارك. ولكن سيد حاكم التحقيق هذا مهبول. لا يا سيد، هذاك مقهور مش مهبول. يمكن يكون مقهور، ولكن لو كان بعقله كان شيشكي بعين المدينة. تشكي بولد رئيس شيخ المدينة وقال اللي هو تهمه بالسحر، وواحد آخر زاد عضو في المجلس البلدي وقال كذلك اللي هو تهمه بالسحر. هذا مهبول هذا. لا يا سيد، انتوما المهبلة. كيفاش؟ هوش هو المهبول. هذا إنسان الله أعلم بحاله كيفاش قاعد يصور في خبزته وخبز وليداته. جيتوا انتوما درولتوا لوحكم، واحد يقول مهبول والاخر يقول سحار. ولكن الناس كل تعرف اللي هو سحار، تراه ولا يعفو اللي يحط عليه يخلي له ظهره. ها نسيبه عنده بقرات، قتلهم له بالوحده بالوحده. قال لك اكتب لهم ملا عينه حرشه، لا يعفو عينه حرشه. يا زيو ما التقطيع والترييش يا ناس. لا عينه حرشه يا زيو، قلت لكم عينه حرشه لا يعفو. هذه العداله بتاعكم اللي تقولوا عليها، هذا الحكم اللي مش تحكموا فيه انتوا على الناس بينما مازلتوا تأمنوا بالخرافات. خرافات؟ ولكن قل لي انت ما تؤمنش بالسحر؟ حتى انا ما عادش كنا نتحدث. شنو بلاي؟ قل لي شنو هي الدعوه هذه وتشويه السمعه؟ قل لي ما هو شاكي بها الزويز هذوما باش يقول اللي هو اتهموه بالسحر؟ هذيك هي التهمة. ملا يا سيدي نقول لك مسبقا اللي نزلته مخصورة على طول الخط. فضل العدالة بتاعكم. اي نعم، فضل العدالة بتاعنا، لأن العدالة بتاعنا ما هي ترويشة. تسمع واحد مجنون كيف كيركيرو بعيد الشر. في ناس كل تأمينه بسحر، وأنت تعرف هذا. كيفاش تحبنا نحكموا الفايت؟ أنتوما الأولين تهمينه وتخايفين منه زاد. بعيد الشر يا ولدي، بعيد الشر. هاولا على الوليدات اللي تهميني به أنا. بينما لو كان تعرفوا حقيقة هالعسيفر هذا شبيه، ربما تفهموا شنية العلاقة اللي ما بيني وبينه. ما هيش مسألة بتعلم. هذاك تذكار من أمي الله يرحمها، خلته لي وقت اللي نغزر له نتصورها كيني حية قدامي. وأنا فريد عايش وحدي، نلقى مع شكون نتكلم، نحكي له ويحكي لي، ينعم انا نصفر له وهو يجاوبني. كيف الشعر اللي ناجي في الطبيعه ويتصور نفسه اللي هي قاعده تجاوب فيه. والحقيقه ربما تكون هي الشعر هذه بكل. وانا كذلك حياتي مع العصفور هذا. تعرف كيفاش يا سيد حاكم التحقيق؟ انا اقول لك انا سبعك يظهر لي فيك بديت تتفلسف وربي يستر شكون يعرف ان توصلنا على الفلسفه هذه نتاعك. وانا اقول لك توا الريفيديتشي. سيد ما لقيتوش في الدار، خليته الوصاية باش يجي، وهي بنته جات معايا. انا حاجتي بيه هو مش حاجتي بنته. يا سيدي انا ما قلتلهاش هيجي، هي حابه تجي تقابلك. باهي دخلها. يا سيدي يا سيدي عايشك يا عايشك، جيتك بشهر ربي، جيتك بشهر ربي يسامحو. شكونو؟ عايشك بابا يا سيدي. شبيك تراش؟ اقعد ارتاح. شبيه بوك يا سيدي؟ احنا عمر وقفنا قدام حكام. يا عاد شبيه؟ لهم الحكام يخوفوا؟ يا سيدي نقول لك الحق نخافوا. احنا ناس زواولة واربعة في العيلة وحالتنا على قدها. أما إذا زيد علينا الحاكم بحرنا. لا ما تخافش، أنت غالطة يا بنيتي. ما تخاف حتى من شيء، ما ثم كان الخير إن شاء الله. مال علاش استدعيت بابا؟ بوك هو اللي مقدم نازلة. بابا؟ إي. بابا شاكي؟ شاكي بأعيان البلاد. ولد شيخ المدينة وعضو من المجلس البلدي زاد. مش معقول بابا شاكي. يا سيدي احنا ما في بالناش. يعيشك يا سيدي، جيتك بجهرب يسامحو. تو عنده اكثر من عام وهو بطل، وين يمشي البقعه يطردوه ولا كيف المهبول. يعيش
يعيشك يا سيدي سامحه بجاه ربي بجاه ربي سامحه. وعلاش ما عادش يخدم هو؟ يا سيدي ماك تعرف الدعايه اللي مطلعينها فيه في البلاد؟ الناس الكل تتهرب منه، تقولش عليه مريض بالوباء. عاد ما لقى بها وين مسكين. يعيشك يا سيدي، قول له يجيب نزلت بربي. باهي انا هذا علاش ناديته وحبيت نقنع على كل حال، لكن يظهر لي صعيب شويه. اللي يحب يعمل الشر سهل ياسر، واللي يحب يعمل الخير صعيب. فهمتني ماو؟ نقول لك الحق ما فهمتكش. اسمعني مليح، من السهل باش الواحد يعمل الشر ينجم يضر غيره بسهولة، أما إذا كان يحب يعمل الخير يلزم يلقى شكون يقبلوا منه. يا سيدي احنا في حاجة لكلمة خير من عند سيدتكم. نعرف نعرف نعرف، مش هذه المشكلة. أما اللي تحب تهديه وترده للصواب وتقنعه يولي لك عدو. فهمت؟ فهمت قصدي ما؟ أقول لك الحق ما فهمتكش، لكن ما يهمش، أنت يعمل مجهودك باش تقنع بابا. يا سيدي راهي الحياة ما عادش تنطاق في هالبلاد هذي. وعلاش؟ أرض الله واسعة. فين عنا باش نمشيو؟ وشنية الفايدة؟ توا فيها تفوت. بابا وين يمشي مرولو عيشتو يتهموه بالسحر. هو زاد غرق روحه كيف شاف الناس متكلبين عليه. صيب شعره وطول لحيته ولبس كسوة من طركفيش وعمل مرايات، ولا منظره يرعب يخوف. حتى الكلاب، حتى الكلاب كيف تشوفه تخاف منه وتهرب. وعلاش عمل روحه هالسبة هذي؟ يا سيدي ماني قلتلك ولا كيف المهبول. عايشك يا سيدي، عمل مجهودك باش يجذب نزلته. جاء جاء يا سيدي سيدنا نعم. بابا جاء يا سيدي. سيدي عايشك خبيني، جيتك بجهربي، جيتك بجهربي خبيني. كيف هي عايشك؟ هو ماشي ياكل هو يا سيدي، راه محرم علينا الخروج من الدار. يا عايشك خبيني خبيني. باهي باهي اجي اخرج من الباب. اجي اخرج من الباب. باهي باهي يا سيدي عايشك، ما نزيدش نعاود عليك. باهي ما نزيدش نعاود. اتهنى اتهنى، قول له يدخل. عقل يعني جيت يا ركيارو قدامك بنيدي. شنو هي الحكاية؟ شنو هي قلت الحياة؟ هذه عاد ما كانتكش على البال. يا زين ما تفدليك. هاي ما تبسيش، ما تقربنيش. ضرك ضرك في عينيك، ضرك في صحتك، ضرك في بدنك، ضرك في خدمتك، ضرك ضرك. باهي باهي زين على قدام، وقت لا توفى قل لي. وفيت وهاني قلت لك اقعد. قعد. قبل كل شيء انا بعثتك لهوني باش تجيني الا في مصلحتك. قال في مصلحتك. ما فيك ما تمنش بالسحر يا سيد. قلت لك انا جيت ما بيه، ما تقوليش في مصلحتك. تحبني نؤمن بالسحر؟ فعلا. طيب انا امنت بالسحر. انت فرحان ولا لا تو؟ لا مانيش فرحان. المسألة مش مسألة ماخذ خاطر. أي بلا. يلزمك تمن بيه بصفة جدية وتباشر حالا في دراسة القضية. ها نقول لك ليه القضية متاعك صعيبة شوية. صعيبة؟ مالا بخاطرك؟ اقعد يا زبلة تخلويز. أها ما تقولش تخلويز. أي بلا. ما تتحدانيش. هيا حصن على روحك وعمل كيف الناس. لا لا اشتوا عليه ناس. قلت لك لا. راني ننتظرك يا ولدي ناس. يزي راني ناديك فلتش توا. فيت اقعد. قعد. انا حبيت باش نفهمك اللي هالطريق اللي سالكو ما يوصلكش. فين تحب باش يوصلني؟ فين؟ فين؟ الزنقة وقفت بالهارب. والهارب وقفت بالزنقة، الزنقة والهارب وقف. ولو القضية مقدمة وقت اللي انت فرض عليا باش نتحقق منك اللي انت كونك سحار. فعلا سحار، اكبر سحار حتى يأتي ما يخالف ذلك. ما يظهرلكش اللي ثم تناقض؟ تناقض اي يا بلا. ظهر فيك سيدي الحاكم ماكش فاهم حتى كعب. انا قاعد نخدم في مصلحتك وتزيد تقولي مانيش فاهم؟ اي نعم، على خاطر لو كان جيت فاهم لحط عليك اللي انت ضدي، انت تحب تفسدي البرنامج بتاعه.
حلوة زادة. أعمل المعروف في سيد بنادم. سيدي سيدي افهمني افهمني عايشك، أنا نتكلم فيك بجدي، نتكلم فيك بكل صراحة. فهمني يا سيدي فهمني. تعرفش يا سيدي شنو اللي صار؟ ما تعرفش؟ لا. أيوة أتوا فاهمك. اللي أنا قدمت نازلة ضده كان في محامي كبير معروف باش يدافع عن نزلتهم ويقف في قضيتهم. آه في بالي في بالك. تعرفش أنا شمل؟ لا أنا مشيت بسي المحامي هذا الكبير، أي مشيت له وقابلته وعطيته الحجج والأدلة والبراهين اللي تثبت اللي أنا معروف ومشهور عند العامة والخاصة. كيفاش؟ تنتي عطيته سلاح ما أنا باش يستعمله ضدك؟ إي نعم. يجيك عجب؟ شو عجب؟ عجب؟ ترى ما عادش عندي مخ أنا. آه خد مخ. أنا ما عادش فاهم حتى شيء. ماني قلت لك يا سيدي الحاكم اللي أنتي ماكش فاهم حتى كعبة. كيفاش تحبني نفهم؟ وقت اللي أنتي بيدك مشيت لسان الدفاع وعلمته باش يوقف ضدك. إي نعم. إي نعم. ونعمك زادة اللي هزوز اللي شكي بيهم أنتي ماشي يطلعوا أبرياء. ولوها أنتي شكي بيهم. الأسئلة متاعك يا سيدي الحاكم أكدت لي وبرهنت لي اللي سيادتك ماكش فاهم حتى كعبة. وأنا نقول لك هالنازلة اللي قدمتها خسرها على طول. خسرها؟ إيه نعم. أنا خسرت حياتي بكلها، ناس كل حياتي يا سحار، ولذا نحب المحكمة الملكية تثبت لي بصفة رسمية اللي أنا سحار. هذا هو الرأس المال الوحيد البقال. رأس مال شو تعمل بيه؟ قال لك إيش باش نعمل بيه؟ أوه تأكد لي يا سيدي الحاكم لي أنت ما تشفاهم حتى كعب حتى توفح. شوف يا سيدي أنت سيادتك حاكم تحقيق إيه ولا؟ إيه نعم. أهي باش وصلت لهالمنصب هذا ربي يزيدك الا بالشهاده تحصلت عليه. ايه ولا صحيح؟ صحيح. وانا زاده نحب شهاده من المحكمه ملكيه تثبت لي انا سحار. وقتها يصدر الحكم، وقت يصدر الحكم تخرج نسخه من الحكم لصقها تنبلها. لا بلا التمبري قبل كل شيء. التمبري باش تكون الامور رسميه والبطين ده قانونية كيما التجار الكل وأصحاب المهن الحرة. مش باش تعمل بيها؟ وقالك إيش باش نعمل بيها؟ أوه يا سيدي الحاكم والله أكدت لي اللي أنت سيادتك ماكش فاهم حتى كعبة. أي سيدي أعطيهم فسر لك. أنا تو باش نعمل كارت فيزيت. كارت فيزيت كياكيارو سحار صفة رسمية من طرف المحكمة الملكية. كياكيارو سحار صفة رسمية من طرف المحكمة الملكية. كياكيارو سحار صفة رسمية. اي 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 ومن بعد؟ من بعد يا سيدي الحاكم ظهرتي انتي ماكش فاهم حتى كعبة. فهمني يا سيدي فهمني. انا ابو عايد فقير نخدم بعرق جبين حصل على قوتي بشرف لبس عليا يا ولاد الحرام سيبوا فيها دعايه سحار الرجاك سحار ابعد على السحار. صاتني سكرت شميع بيبان قدامي صاتني ندور في الشوارع خيط في الزناقي مفصل في الحوم كل خدمة نقصدها إلا يطردوني منها. علاش؟ علاش؟ خاطر سحار. سحار ما يعرفوش بيه. مرتي سقات رينا في تركينا تو عندنا 3 سنين عندي زواج البيات شابات حض الزواج قاعدة في رقبتي حتى ما حد بيرضى بيهم. شكون يرضى باش يناسب سحار؟ ولدي الوحيد اللي كسب مسكين
يخدم يشفق ما يلحق باش يززي ثلاثة صغيرات وامهم. قاعد يعاون فينا عند وعام ناحي في القوة القدم الصغار ويعطي فيه لنحنا الكبار لنحنا الكبار. الوقتاش باش تدوم هالحالة؟ الوقتاش؟ شنو الحل؟ شنو الحل؟ أنا سحار باع سحار أكبر سحار. أعطوني كوارتي نحب كوارتي 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 كوارتي. ما تقوليش تعمل بها الخدمة هذه؟ مش مستور منها؟ قال لك ايش باش تعمل بها؟ تشفيك سلحان؟ باقي الظهر اللي انت ماكش فاهم حتى كعمل؟ يا اخي ما تعرفش اللي قبل ما تجي الرخصة انا حضرت روحي اخصر 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 الكساوة خيطتها يا عيني على الكسوة اخصر الحية طولتها يا عيني على الحية اخصر المرايات المرايات مش بتاع سحارة شابو جددته شبيه باقي ماكش فاهم ايه بمجد على خاطر انتي باقي ديما ضدي هذا لا تعتقدو انتي تعتقدو انا خاطر انتي ديما شاد الصحيح تفسدي البرنامج بتاعها خاطر ما تمنش بالسحر قال شنو ما يمنش بالسحر لكن الحمد لله البلاد الكل ولا تتمم بالسحر ولا تخاف مني كل واحد برجع سحار هذا راس مال كبير ياسر باقي ما فهمتش اوه سيدي الحاكم عاد توا باش مش فاهمك هذي تعرفش في الحانوت اما حانوت تجار حانوت صنايعيه وحوان تخر انا ما عليا الا ناخذ الصحيبه بتاعي حلها ونمشي الحوز ناخذ الحنود ما نقول حتى شيء حتى كلمه ديراني يخاف مني ما زالش حد يعطي باب الحنود حتى حد حتى اذا كان واحد راسه صحيح شد صحيح نكحرلو جمدو في بقعته قوليش شني فايدتك من هذا اوه سيدي الحاكم عاد لو يظل انت ماكش فاهم حتى كعب هو نزيد فهمك يا سيدي هيا سيدي اه فهمك بخير مرة مول الحنود وقت اللي راوني انا قدام يهربوا عليه الناس ولا يولي يعطيني من رجلي ويزيد يكريني باش نمشي ناخذ قدام حنود جارو باش نزعي الكبي ناخذ من رجلنا من رجلنا منه هو من رجلنا من جارو من رجلنا من غيره تتفرهد الاحوال وتتحسن التاكس نفرضه على كل حانوت وحوانتي تاكس الجهل لا لا يا سيد تاكس النجاة تاكس الحكمة التاكس قبل كل شيء دمي يغلي نحس بالحقد كبير ياسر على النوع من البشر اللي قضوا عليا نحس اني نشعر بقوة كبيرة ياسر اللي نجم نقلب بلاد كاملة نقلبها السفلة على عليها تشبيك سيدي الحاكم جمد تشبيك جمد كأنك سامبا فيق 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 على روحك واعمل كيف الناس وحصن على روحك هيا وحتي لي نازلتي خليني نخدم على روحي ونتحصن على الباتين ده يعني على الباتين ده 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 شباك الريح ايوه لا شو لا شباك ولا ريح ما شمل انا اخترت العصيف انت سانتاتشيلو انا اخترت العصيف لان السيد ما حبش يامن بالسحر نتاعي سانتاتشيلو قدمت لكم برهان
اللي نجم نقضي عليك من كل واحد بعد واحد. لا لا في كل واحد يدفع التاكس. بو عائلة يا هدي تاكس يا هدي بو عائلة تاكس ما تحبش الموت التاكس هذا اللي بيه فضل التاكس. تفضل يا اخوي تفضل 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 تاكس تفضل التاكس. اتفضل الباطين ده مازالت ما جاتش والامور اتفردت. اي عائشه قدم لي نزلتي وخليني نتحصل على البطين ده البطين ده التاكس 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 والبطين ده البطين ده البطين ده البطين ده. Aiuta lo mercato a scattare un porticino, cicirici, fa un porticino. Ciao porticino, fa cicirici, tanto lo chiamano a bollerini. Aiuta lo mercato a scattare in aiatina, caccare cappa l'aiatina, cicirici, fa un porticino. Ciao porticino, fa cicirici, tanto lo chiamano a bollerini. Aiuta lo mercato a cacciare noi a giusto, cucuru cuppa lui a giusto, caccara cappa lai a gi, cittiri cì o cuppi cì. Ciao porticino fa cittiri cì, tanto lo chiamo non vuole venire. Aiuta lo mercato a cacciare noi a giusto, cucuru cuppa. Aiuta lo mercato a cacciare il tamburello, etto, etto, tamburello, etta, etta, la ciumetta, arra, arra, la chitarra. Cuppa, voce, dozzo, cucuru, cuppa, lui, adozzo, caccara, cappa, la iattina, cicciri, cippo, punticino. Io punticino, fa cicciri, cicciri, lo chiamo, la vuole venire. Aiuta lo mercato a cacciare il tamburello, palace tutto e tu e tu tamburetto etta etta la giumenta arra arra la chitarra.